أهلا وسهلا، رجعنا لكم من بعد الغيبة في فقرة تحليل الشخصيات. في كل مرة تكون معنا شخصية معروفة عربيا أو عالميا، وأقوم بتحليل شخصيتها عن طريق الفراسة أو الكتابة. وشخصيتنا اليوم هو رحالة عماني، جاب بقاع العالم وحيدا بدراجة نارية، ولكن اصطحب معه الأمل والعزيمة ليكونوا رفيقين له في رحلة النجاح. شخصيتنا لليوم هو الرحالة العماني ماهر البرواني. فخلونا نتعرف عليه عن قرب، ونتعرف أيضا ليش ما كان يحس بالتعب. يا ترى هذا الشيء كان جزء من شخصيته أو لأنه؟ خلينا نشوف. فماهر البرواني يفضل أعمال تميل للنشاط الحركة المستمرة، وأكيد هذا الشيء واضح كثير في شخصيته، أنه ممكن يظل واقف لفترات طويلة أو أنه يستمر في الحركة على قدميه لفترة طويلة بدون ملل. ولكن ماهر يضايق الجلوس لفترات طويلة، لأن ممكن هذا قد يخل باتزانة الداخلي. ماهر من الشخصيات المتطلعة، وتفكيره دائما مركزنا على ما يمكن فعله في الحاضر، وأيضا أكيد إنجازه في المستقبل. فهو يجيد عرض قدراته ومهاراته وإمكانياته، ولكن يحتاج لتقدير الآخرين وعرفانهم لمجهوده. فشكرا ماهر. ماهر عنده طاقة من التحمل اللي تخليه دؤوب ومثابر على العمل بقدر من الإيجابية مهما أي عقبة تعرضت لطريقه. فهو يتعامل مع المهام من مدخل أنا أستطيع فعلها. دائما ماهر يدفع نفسه للعمل في اتجاه انه هو يحصل على نتائج بعيدة المدى. والشيء الجميل في شخصية ماهر انه هو قد يتخطى معظم الذين يحاولون مواكبته ومجاراته في هذا المجال، لان ماهر من الشخصيات اللي ما تستسلم بسهولة، وايضا يعني ما يحط في باله انه لازم اخذ قسط من الراحة. فماهر يتميز ايضا بقدرته على حفظ التوازن بين حياته الشخصية والمهنية، يعني ما يأخذ مشاكله الشخصية إلى العمل والعكس صحيح. ماهر يتسم بمهارة تلقي واستيعاب المعلومات بشكل مباشر وسريع، فهو سريع البديهة وعنده نزعة أنه يفعل الأشياء الآن وسريعا وبشكل ملح، فيعجل في اتخاذ القرارات. يعني إذا كان عنده هدف واضح فهو يسعى بكل جهد بدون كلل أو ملل لتحقيق هذا الهدف سريعا. فهو يتمسك بقدرة على المثابرة، وأيضا من الشخصيات تتمسك برؤيته وأهدافه بحزم حتى النهاية إلى أن ينجز هذا الهدف، وما عنده مانع أنه يفعل كل ما يتطلب الأمر لإنجاز وتحقيق هذا الهدف. فهو من الشخصيات اللي من الصعب أنك أنت تأثر عليها وتقول أن هذا الهدف يعني مستحيل أو ممكن هو ما يناسبك، فإذا حط في باله شيء راح يسوي. ماهر شخصية فعالة نشيطة وعنده قوة الإرادة، ويلح ويصر مثل ما قلت قبل في تحقيق الهدف والمهمة اللي يريدها بكل جهد. يستفيد دائما من الفرص المتاحة أمامه والمتوافقة أكيد مع رؤيته بشكل تلقائي. ماهر شخصية طموحة مجتهدة، يشق طريقة بقوة ضد أي شيء يشعر أنها راح تكون عقبة في طريقة، فينجز أهدافه مهما كانت العقبات والظروف. وهذا هم من شخصيات أكيد الأشخاص الناجحين. هو ملتزم جدا بالمواعيد النهائية لتسليم الأعمال، ويركز على التحديات الظاهرة أمامه. فيبدو أن ماهر عنده نظام داخلي، نظام تقييم يعتمد عليه في تقييم الأمور والأحداث وممكن أيضا الأشخاص اللي مروا في حياته. نقدر نقول أن ماهر من الشخصيات الملهمة اللي تلهم الآخرين ليبقوا أكثر تركيزا على المسار الصحيح. فهو أكثر قدرة للعمل تحت أي ضغط وفي جدول زمني قصير، ويتمتع بالخيال والإبداع والتجديد والمرونة في الأفكار. هذه هي بعض صفات وشخصية ماهر البرواني.